ثورة اجتماعية شعبية عارمة بين أغلبية يريدها السيد الصدر ويعني توافقية يصر عليها الإطار التنسيقي. كأستاذ العلوم السياسية دكتور عصام ومتابع وباحث للشأن العراقي عن قرب، يعني هل ترى بأن صيغة التوافقية هي صيغة موفقة لتشكيل الحكومة في البلاد؟ نعم سيدتي، أنا أشكرك على هذا السؤال. أعتقد واحدة من أهم الكوارث التي ابتلينا بها منذ عام 2003 وإلى يومنا الحاضر، نحن فهمنا التوافقية هي وكأنه تسليم لكي تحويل العراق إلى قطاعيات سياسية، ولا يحق لأحد أن يحاسب من يتولى المسؤولية في هذا الاتجاه. وليس أدل على كلامي هذا، نحن نتحدث عن دولة كانت حقيقة مجموع الدخل القومي فقط من النفط ما يقارب التريليون دولار، ولكن كان هنالك انحدار في الخدمات الصحية وحتى في موضوع التعليم وكل مفاصل الحياة. ولذلك الكارثة الأكبر التي كنا نجدها في موضوع التوافقية أن القوى السياسية تؤمن أنه في خلال التوافق عليك أن تفعل ما تريد وما تشاء دون أن تحاسب لا من الناس ولا من القضاء. ولذلك كنا نجد نكبات كبيرة في هذا الإطار. ولكن المتغير الذي حصل في المشهد السياسي العراقي هو انتفاضة تشرين التي ساهمت بصورة أو بأخرى بتحطيم صنمية كثير من الكتل حينما ذهبنا إلى ما يعرف بالدوائر المتعددة. إضافة إلى كل هذا هنالك حقيقة في تصنيفات عام 2020 للأمم، يعني المنظمات التابعة للأمم المتحدة، تصنف العراق ما يعرف بالدولة الهشة أو الدولة الفاشلة، ربما تتقدم عليها فقط السودان والصومال. لماذا؟ لأن كثير من مقدرات الدولة كانت تذهب إلى جيوب المسؤولين دون أن يكون هنالك خدمات للمواطنين في هذا الإطار. والسبب هي التوافقية السياسية. القراءة الصحيحة من قبل السيد الصدر وهو يدرك أن جذوة الانتفاضة لم تنطفئ، فإذا عدنا للاتفاقية فعلينا أن نتهيأ لثورة اجتماعية شعبية عارمة، طالما أن هنالك رغبة في السيطرة على مقدرات الدولة من جديد دون فتح لا ملفات فساد ودون مساءلة قانونية إلى أي جهة. لذلك جزء مرتبط بموضوع الأغلبية هو ما يعرف بموضوع فتح ملفات الفساد ومكافحتها. ولذلك بعض القوى كانت تصر على عدم فتح مثل هكذا ملفات لأنها سيجعلها خارج المشهد السياسي وخارج المشهد التنفيذي، لأن كثير من الفاسدين هم مقربين من ما يعرف بحواري رئيس رؤساء قوائم. هذه هنا الكارثة الكبرى التي نعاني منها، وهم مزكون محمودون حقيقة ومدعومون من قبل كتلهم في هذا الإطار. وإلى الآن لم نجد زعيم كبير في العراق خلف القضبان، لأنه يؤمنون بنظرية الحق الإلهي في الحكم أو نظرية الدماء الزرقاء لطبقة النبلاء التي كانت تحكم أوروبا في القرون الوسطى، فهم لا يحق لأحد أن يسألهم، بل على الشعب أن يقدم كل ما يملك من صحة وشباب وأموال، ولا يحق له المطالبة بحقوقه، فقط عليه أداء واجباته. وهنا الطامة الكبرى التي خلقت أقولها أجيال بغض النظر عن أعمارها كلها محتقنة تجاه الطبقة السياسية التي ممكن أن تتحرك في أي لحظة.